بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وشفيع الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما قبل البارحة كنا بدأنا سلسلة في عين ابن مطهر حديث، وهو جددوا إيمانكم، تجديد الإيمان وتحديد الهدف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في القلوب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فالإيمان يبلى. وهذه استعارة عند البلاغيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإيمان بالشيء الذي يتغير، فالإيمان يتغير ويبلى. فهذا الإيمان الذي يزيد وينقص، وهذا الإيمان الذي يزيد بالطاعات، فإذا زاد فهو قد تجدد، وإذا نقص فقد بلي. فجددوا إيمانكم في هذه الحياة. فمع تجديد الإيمان يرتقي الإنسان إلى مصاف الأطهار، فالإنسان إما أن يبقى متدنيا في الأرض، وإما أن يعلو، وإما أن يرتفع. فيعلو الإنسان ويرتفع بالإيمان والتقوى وخشية الله سبحانه وتعالى، ويرتفع بالطاعات، ويرتفع بالعمل الصالح، ويرتفع بذكر الله، ويرتفع باليقين في الله عز وجل، ويرتقي ويرتفع بالعمل الصالح. ولذلك السلف الصالح كانوا يعملون ويبحثون عن كل ما من شأنه أن يرفعهم، لأن هذا الدين، هذا الإسلام، به يرفع الله الأقوام ويخفض الآخرين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض آخرين. فالأمة إذا أقبلت على الإسلام وأقبلت على الدين وأقبلت على القرآن، فالله يعزهم ويرفعهم ويقويهم ويجعلهم أناسا لهم مكانة راقية. لذلك حينما نقرأ التاريخ الإسلام وتاريخ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، تاريخ العهد الأمويين، العهد العباسيين، فترات من التاريخ مرت على المسلمين فأعزهم الله. كان الواحد منهم من الأمراء والملوك إذا كتب رسالة إلى غيره من أمراء الروم والفرس،
فيكتمها من خلال أنه هو الأقوى، وأنه هو العظيم، وأنه هو صاحب قوة. ولذلك هارون الرشيد كتب إلى ملك الروم، من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى كلب الروم، حينما هدده. لماذا؟ لأنه انطلق من الإيمان. هذا الإيمان كلما ازداد وتقوى تقوينا وصرنا أقوياء من حيث المادة، من حيث القوة، من حيث الاقتصاد، من حيث العلم، من حيث الثقافة، من حيث الأفكار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي في كل شيء، المؤمن القوي في جسده، المؤمن القوي في بدنه، المؤمن القوي في إيمانه، المؤمن القوي في علمه، المؤمن القوي في بعد نظره، المؤمن القوي في تحديد أهدافه، المؤمن القوي في تخطيطه للمستقبل، المؤمن القوي في حمل هم أمته وهموم أمته. المؤمن القوي هو الذي يربي أولاده. المؤمن القوي هو الذي يوجه أولاده فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. المؤمن القوي هو الذي ينير طريقه بنور الله سبحانه وتعالى. المؤمن القوي هو الذي يعمل ما يبقى وما يدوم، لا ما يفنى. المؤمن القوي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم. فقد تجد الإنسان إيمانه صفرا، ومنهم من تجد واحدا، اثنان، ثلاثة، وهكذا. حينما يقاس إيمان المؤمن فتجد على حسب أعماله، على حسب أفعاله، على حسب أقواله. فمنهم من يرتفع إيمانه إلى 90 درجة، إلى أكثر من ذلك. ولذلك نجد بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان، أي كمال الإيمان، عن بعض الأشخاص: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فقال: يا رسول الله، من هم؟ قد خابوا وخسروا. الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره شروره، أي يؤذي جاره ويؤذي جيرانه، ولا يسلم جيرانه منهم، جيرانهم منهم، فيؤذونهم باللسان، يؤذونهم بالأفعال، يؤذونهم بالأخلاق، يؤذونهم بالمعاملات. والذي نفسي بيده لا تؤمن حتى تحب تتحاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا تؤمن حتى تحاب، أي تتحاب فيما بينكم. فالصحابة أرادوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم وأن يعلمهم كيف يصلون إلى هذه الدرجة، درجة التحابب في الله. قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن، الذي نفسي بيدي لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الإيمان يزداد، يزداد بفعل الخير، يزداد بالصحبة الصالحة، فتجتمع وتلتقي بمؤمنين ويذكرونك بالله عز وجل وينصحونك
ويوجهونك ويحذرونك ويخوفونك ويلهمون رشدك ويرفعون من درجتك في الدنيا. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى على قدر جلاله جاءه رجل فقال له: اتق الله يا أمير المؤمنين. فغضب من حوله: أتقول هذا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ فقال لهم: اتركوه، فلا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها. لا خير فيكم إن لم تقولوا، إن لم تتناصحوا. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الإيمان يخلق، أي يبلى، يبلى كما يبلى الثوب، يخلق في جوف أحدكم. يضعف الإيمان بالشهوات، يضعف الإيمان بالشبهات، خصوصا في هذا الزمان. شهوات الماديات، شهوات المادة، شهوات المال، شهوات الجاه، شهوات السلطة، شهوات في هذا، شهوات الأكل، شهوات الشرب، شهوات اللباس، شهوات المناصب، شهوات تتخطف الإنسان وتحاول أن تتخطفه من كل جهة. فمن لم يكن قوي الإيمان تخطفته. ثم شهوات الشبهات التي ترد على قلب الإنسان، وترد على جوف ابن آدم، وترد على صدره، فقد تضعف إيمانه. فالمسلم دائما يستمد قوة الإيمان من الله سبحانه وتعالى، دائما يتضرع إلى الله تبارك وتعالى، دائما يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى، فيدعو الله أن يزيد من إيمانه وأن يثبت قلبه على طاعته. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك، ثبت قلبي على حبك، ثبت قلبي على حب المؤمنين، حب الصالحين، ثبت قلبي. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا وأن يحصن قلوبنا، لأن القلوب إن لم تحصن وتحفظ من قبل الله عز وجل دخلها الشك، دخلها الريب، دخلتها الأمراض التي قد تفسد هذا القلب. لأن أخطر ما في الإنسان هو القلب، وهو مكمن الإيمان أو مكمن الكفر والعياذ بالله. مكان ومحل الإيمان هو القلب، لأن عندنا الإيمان أن تنطق به وأن تعتقد به وأن تعمل به. أن تنطق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقرأ القرآن وتذكر الله سبحانه وتعالى، وتعتقد به بالإيمان بالقلب، أي أن تصدق بالله عز وجل بالقلب، وإلا يعتبر الإنسان منافقا، لأن الإنسان إذا لم ينطق يعتبر كافرا، إذا نطق ولم يعتقد بالقلب فيعتبر منافقا، وإذا نطق واعتقد بالقلب ولم يعمل بالجوارح تكاسل وتهاون يعتبر فاسقا، لم يصلي، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤمن بقلبه
ولكن العمل لم يصلي وترك الصلاة تهاون وتكاسلا، فهذا يعتبر في المذهب المالكي فاسق. لذلك الإيمان يزداد، ونسأل الله عز وجل أن يحفظه. والذنوب حينما ترد على القلوب فكالنقط التي تسقط على ورقة بيضاء، حبر مثلا، فحينما نضع النقط على الورقة البيضاء نقطة 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 ونديرها في مكان واحد نقطة، ثم نضيف إليها نقاط 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 نقاط، فكيف تصير هذه النقطة بعد النقط؟ تصير سوداء، هذه النقاط تصير سوداء. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن الذنوب والمعاصي التي ترد على القلوب: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا ما وصل القلب إلى هذه الدرجة فينسد القلب وتوضع عليه غشاوة وطابع، فبعد ذلك إذا سمع لا يتعظ، وإذا قرأ القرآن لا يعي، وإذا سمع الخطبة أو الموعظة فلا يتذكر. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فهو بعيد، فهو بعيد. فغالب الأمراض اليوم في هذا الزمن جاءت من هذا، الأمراض التي نراها في مجتمعنا، نحن بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، أن إيماننا إما ضعيف وإما في بعض الأحيان منعدم عند البعض. إذا قرأ القرآن بلا تدبر ولا تمعن ولا بكاء ولا خشوع، إذا صلى جسد كأنه ميت لا حركة فيه، وإذا صام يصوم العادة، والزكاة يزكي أو لا يزكي، وإذا حج يحج للأعراف والعادات. وهكذا الدين لا نكتسب منه الإيمان ولا نصير منه أقوياء. لذلك تجديد الإيمان وتحديد الهدف، لماذا أنا أزيد وأعمل وأفعل لأجل الإيمان؟ ماذا أحدد هدفي؟ أني أبتغي رضوان الله سبحانه وتعالى، أبتغي أو أطلب رضوان الله، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فاللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأمر رعاتنا، والحمد لله رب العالمين.